مزيد حول الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بكم أستاذ مصطفى إلى هذه الجولة الإخبارية. تفجيرات بغداد الدامية اليوم، كيف تقرأها مع تصاعد الصراعات السياسية قبيل الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. حياكم. العراقيون سموا هذه التفجيرات بأنها تفجيرات انتخابية. هؤلاء ساسة العملية السياسية، عندما يتفقون فإنهم يسرقون العراقيين، وعندما يختلفون فإنهم يقتلونهم. هذا هو الانطباع الشعبي السائد لدى العراقيين عن كل ما يجري، عن ما جرى اليوم وعن كل ما يجري في العراق من تفجيرات ومن خروقات أمنية شديدة تحصل نعم. بين حين وآخر. نعم أستاذ مصطفى، يعني بنفس الوقت لم يلبث تحالف العبادي الجديد يومين فقط حتى تصدى هذا التحالف. برأيك ما هو السبب الحقيقي لهذا التشظي في التحالف الذي أسسه العبادي؟ هذه العصابات كلها تختلف على مصالحها ومغانمها ومكاسبها، ولا تختلف على مصالح العراقيين ومصالح الوطن العليا. وبالتالي فإنما رشح من معلومات حول انسحاب بعض الجهات له بعدين. البعد الأول هو ما يقال من أن هناك ملاحظات أو تحفظات لدى بعض الميليشيات على انضمام عمار الحكيم إلى هذا التحالف المفترض. والشيء الآخر هو محاولة لاستمرار خداع حيدر العبادي للرأي العام الدولي والإقليمي، الذي يطالبه ب يعني الابتعاد عن الحشد في الحشد الشعبي في الانتخابات المقبلة. أنا أعتقد أن يعني الرأي الآخر الثاني هو الأرجح في هذا المجال. نعم، النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكاري قال إن قائمة العبادي تظهر سطوة إيران على الواجهة السياسية العراقية. إلى أي مدى إيران قادرة على لملمة التحالف المتصدع؟ إيران في كل الأحوال قادرة على لملمة هذه التحالفات الإرهابية الطائفية التي تقتل العراقيين وتسرقهم منذ 15 سنة. وطيلة السنوات الماضية وجدنا أن هناك دائما خلافات، كما قلنا، بين هذه الأطراف على المغانم والمكاسب التي يحاولون سرقتها من العراقيين. لكن إيران تحاول لملمة هذه الأمور وتعمل على ذلك، وهي أنشأت من السابق الائتلاف العراقي الموحد ثم التحالف الوطني وهكذا، وهي قادرة على ذلك، لأن هؤلاء الذين في العراق هم ليسوا مجرد أتباع، وإنما هم عملاء وأجراء لدى النظام الإرهابي في إيران. نعم الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.